لما بيكون في اجازه ده بيكون وقت مهم جدا بقى ان احنا نفكر هنسلي نفسنا ازاي. عايزه اقول لكم في افكار لذيذه كتير جدا تسلينا احنا واصحابنا وعائلتنا كبار وصغيرين، زي البورد جيمز او الكارد جيمز. وللذيذ بقى في الموضوع ان دلوقتي بقى في براندز مصريه كتير عاملين بورد جيمز وكارد جيمز خطيره، خليني احكي لكم عنها. اول لعبه هتكلم عنها هي لعبه اسمها قول امين. اللعبه دي يا جماعه طلعت وقت كورونا، فاكرين الوقت ده كنا قاعدين في البيت زهقانين مش عارفين نعمل ايه، اهي طلعت وقتها. اللعبه دي عباره عن افيهات ومواقف، الناس بقى اللي شاطره في الافيهات والمواقف دي هي اللي هتبقى هايله في اللعبه دي. انتوا بس كل اللي محتاجين تعملوه ان انتوا تعرفوا ازاي تركبوا الافيهات دي على المواقف دي، بس خطيره وبتموت من الضحك. وفي لعبه ثانيه لذيذه جدا هي عباره عن بورد جيم اسمها قول او اعمل، يا اما هتقول اعتراف يا اما هيتعمل فيك حكم، والاحكام يا جماعه بتاعتهم ما بتهزرش بس فعلا بتضحك. ولو بتحبوا الرسم في لعبه لذيذه جدا اسمها فان جو، مش فان جو، فان جو. لعبه لذيذه قوي، عباره عن ايه؟ بتبتدي بكلمه سريه، في حد بيقول كده كلمه سريه من غير ما ينطق الحروف قوي بس ايه بشفايفه كده، وبعدين الناس اللي بتلعب بتحاول تخمن ايه الكلمه دي وتقعد ترسمها. ممكن يبقى فيلم عربي، اغنيه مشهوره، اي حاجه من الحاجات اللذيذه اللي احنا بنبقى عارفينها، بس هنخمن ونقعد نرسم لحد ما في الاخر نحاول نعرف ايه هي الكلمه دي. وفي لعبه اسمها ولاعه، عباره عن ايه؟ عباره عن سؤال مين اكتر حد بيعمل حاجه معينه، وبيبقى فيه كل الناس اللي بتلعب بتقعد تدي اصوات، واكتر حد بياخد اصوات بيتعمل عليه حكم. والله يا جماعه كلها افكار ألذ من بعض. وفي بورد جيم لذيذه قوي اسمها كوارنتيفيتي، هي عباره عن 19 لعبه في بعض، مش هتزهقوا ابدا. دي بقى بتبقى لذيذه لو انتوا عددكم كبير، بتتقسموا كده مجموعتين وتبتدوا بقى ايه تلعبوا اللعب. ممكن تمثلوا فيلم، لحن اغنيه، تقروا كلمه بالعكس، سؤال ذكاء، فيها افكار كتير وكلهم لذيذ جدا ومسليين قوي لو انتوا شله كبيره. وبالنسبه للاطفال في العاب كتير جدا لذيذه جدا وفي نفس الوقت مفيده ليهم كمان، زي مثلا لعبه اسمها العجيبه. اللعبة دي عبارة عن كروت كل كارت عليه حرف وصورة الحيوان، فبالطريقة دي هم هيتسلوا وفي نفس الوقت هيتعلموا حاجة مفيدة جدا كمان. وفي لعبة لذيذة قوي اسمها سوبر أبلة، اللعبة دي برضو عبارة عن كروت وكل كارت عليه حرف، لكن المرة دي بقى الأطفال بيشوفوا الحرف ده وكل حد يخمن أكلة باسم الحرف ده، فدي بتخليهم يقعدوا يفكروا ويتسلوا وفي نفس الوقت يتعلموا مع بعض، ولذيذه قوي بقى كمان لو الكبار والصغيرين يلعبوها مع بعض، بتخليهم يقربوا من بعض وبتبقى حلوه جدا. وفي لعبه لذيذه جدا اسمها ذا نيردي ماما، هي عباره عن سجاده مرسوم عليها مدينه فيها اربع اصحاب في اربع اماكن، وبيكون مع اللعبه 8 عرايس، وكل طفل بياخد عروسه ويوزع العرايس دي على حسب خياله، ويبتدي يقعد يسال في اسئله ويعرف معلومات، فحلو جدا ان هم يتسلوا وفي نفس الوقت يتعلموا حاجه كمان.